بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم تحية طيبة أحبتي. في موضوع جديد بحول الله سنقوم بحل أسئلة سنوات سابقة لمادة الفيزياء في المملكة الأردنية الهاشمية قسم الثانوية العامة العلمي والصناعي. يقول لي هنا، طبعا أنا عندي سؤال: ما المقصود بكل مما يأتي؟ إلكترون فولت والنشاط الأشعاعي. إلكترون فولت هي وحدة طاقة، يعني هي وحدة، يعني إلكترون فولت هي طاقة، لكنها كما يقال بالإنجليزية هاندي يونت، أي أنها يعني سهلة، يعني سهلت أو حولت عن الأصل التي عندما كانت جول هنا، بحيث تكون أسهل عند تداولها في الأجسام الميكروسكوبية أو الأجسام شديدة الصغر كالإلكترون والبروتون. إذن هي الطاقة التي يكتسبها إلكترون غير مرتبط عند تسريعه بفرق جهد قدره 1 فولت. 1 فولت طاقة يكتسبها إلكترون عند تسريعه بمقدار 1 فولت. عندنا المطلوب الثاني نشاط إشعاعي. النشاط الإشعاعي يوجد عندنا مادة مستقرة سلطنا عليها إشعاع فتصبح مادة غير مستقرة، طبعا ويحدث عندها عملية الاضمحلال الإشعاعي والنووي، طبعا تعريض المادة المستقرة إلى إشعاع تصبح غير مستقرة بما يعرف عملية الاضمحلال النووي في هذه الصورة. إذا لاحظ هنا نقطتان تعتمدان على التذكر. عندنا نقطة من نفس السؤال: وصلت 4 مصابيح كهربائية متماثلة مع بعضها مقاومة كل منها ميم كما في الشكل. طبعا متماثلة يعني مقاومتها كلها متماثلة، اعتمد على الشكل. أجب عما يأتي: رتب المصابيح عين سين هنا لام تنازليا حسب شدة إضاءة كل منها. لاحظ أنا عندي هنا مربوطة من هنا، من هنا عندي أنا التيار سيمر من هنا سيأتي إلى هنا، ما الذي سوف يجري هنا؟ فهنا يقسم التيار، طبعا هنا طبعا فرق الجهد، هنا عندي هنا فولت ميتر، عندي هنا فرق الجهد، هو نفس فرق الجهد هنا على الأطراف. أود هنا أن أولا أرتب شدة الإضاءة، طبعا أود هنا أن أرتب شدة الإضاءة. أنا ماذا سوف أعتمد؟ دعونا نرى. طبعا أنا مثلتها على برنامج المحاكاة هنا، طبعا هي بهذا الشكل. هنا عندي هذا المصباح الكهربائي، هنا عندي كيف يمر التيار، طبعا هي هنا يصعد من القطب الموجب بهذا الاتجاه، هنا راح يقسم التيار نحو هذا الاتجاه ونحو هذا الاتجاه. طبعا أنا هنا وضعت مقاومة المصابيح متماثلة هنا. ما الذي سوف، دعوني هنا أمثلها على الشكل الطبيعي. لاحظ هنا الخطوط التي تصعد من المصباح أكبر منها هنا وأكبر منها هنا. لماذا طبعا يعني هذا لماذا يحدث هنا؟ ما الذي يحدث؟ طبعا أنا هنا عندي المقاومات، عندما دخلت هنا المقاومات هنا على التوازي، لتكون المقاومة طبعا هنا على التوازي، وهنا المقاومات هنا هاتان الاثنتان مقاومة المصباح في كل منهما متساوية وعلى التوالي مربوطة على التوازي مع هذا المصباح. إذا هنا أتذكر هنا قانون أوم، طبعا الجهد يساوي التيار ضرب المقاومة. لاحظ هنا التيار، هنا المقاومة لمادتين عفوا لمصباحين، فكانت لأن هنا التيار وزع على مصباحين كانت الإضاءة أقل. نفس التيار وزع على مصباحين، هنا التيار وزع على مصباحين على مصباح واحد، هنا كان المصباح فقط واحدا، فكانت هنا طبعا القراءة أو كانت شدة الإضاءة أكبر. هنا تجمع التيار في هذه النقطة مع هذه النقطة، طبعا لو بدنا نعود إلى شكل الرسمة مع هذه النقطة، فكانت هنا شدة الإضاءة أكبر، لأنه أخذ كامل التيار عن الدارة الكهربائية وفقا لهذا التصور. إذا مرة أخرى أنا وضعت كل المقاومات هنا متساوية، هنا طبعا فرق الجهد يكون متساوي بين هذا الطرف وهذا الطرف. طبعا وضعنا نحن هنا هذه، وضعناه هنا، هذا يكون هو نفسه فرق الجهد ثابت. لكن ما الذي اختلفت أن فرق الجهد ثابت؟
أحد هنا نفسه هنا ونفسه هنا، هو طلب مني السؤال نضعه نضعه هنا، ولكن ما الذي اختلف؟ أنا فرق الجهد ثابت، لكن هنا المقاومات على التوالي والمقاومة طبعا هنا طبعا، والمقاومات العلاقة عكسية مع التيار، فزادت المقاومات فقل التيار هنا، كان التيار هنا أقل، فكانت الإضاءة أقل كما نشاهد هنا، كانت الإضاءة هنا أقل، هنا طبعا هنا المقاومة واحدة فأخذت التيار بالكامل، فكانت شدة الإضاءة أكبر، هنا اشتجمع التيار من أعلى وهنا من أسفل، فأخذ كامل التيار الذي يصدر عن البطارية هنا بالكامل، فكانت القفونة هنا أشد. إذا شدة إضاءة لام أكبر من شدة إضاءة عين، وشدة إضاءة عين أكبر من شدة إضاءة سين. إذا الترتيب لام عين سين تنازليا، يعني من أكبر إلى الأصغر. ماذا يحدث لقراءة الأميتر وقراءة الفولت ميتر إذا احترق فتيل المصباح سين؟ يعني إذا يعني هذا تلف هذا المصباح، ما الذي سوف يحدث؟ طبعا ستفصل هنا الدارة، ستفصل هنا هذا الطرف، يعني سيلغى من الدارة الكهربائية، يصبح التيار يمشي بهذا الاتجاه إلى هنا مباشرة، لا يتفرع إلى هنا، دارة قصر يمشي من بهذا الشكل ويعود نحو هنا بهذا الأسلوب دون نرى. انظر إلى هنا، انظر عزيزي هنا الكارنت التيار 54% أمبير، الجهد سالب 3.6 فولت. طبعا هنا احنا اعتباطيا وضعت انا مثالا اعتباطيا من عندي، طبعا هنا اود ان اذكرك بانه فقط اقلبهما، اقلب هنا الطرفان يعطيك الموجب. اذا نحن لا يفرق عندنا الان، تعلمنا بانه فقط السالب يعني انه بالعكس. اذا هو قال لي بان هذه البطاريه سوف تتلف، اذا لاحظ تلفت بهذا الشكل، يعني تلفت هذه البطاريه بهذا الشكل. لاحظ ما الذي جرى، لاحظ زادت قراءة الجهد وقلت قراءة يعني الجهد، يعني الفولت ميتر أعطى قراءة أكثر والتيار أعطى قراءة أقل. لاحظ ما الذي جرى تماما، لم يوزع هنا، لم يوزع التيار من نقطة التفرع، فهنا تصبح هذا المصباح مع هذا المصباح كأنهما موصولان على التوالي، طبعا كأنهما موصولان على التوالي بهذا الشكل الآن طبعا، فأصبحت هنا الدارة لاحظ هنا قسم هنا بهذا الشكل، قسم الجهد بينهما 4.5 4.5 بالتساوي. طبعا بما أن البطارية مقدارها هي 9 فولت، ها 9 فولت البطارية، قسم الجهد إذا زادت قراءة الفولت ميتر هنا، الفولت ميتر لو أردنا أن نعمله هنا، زادت قراءة الفولت ميتر، إذا زادت قراءة الجهد، إذا هنا ذهبت هنا المقاومة، فطبعا بما أنها زادت قراءة الجهد فقلت هنا، طبعا عندنا قراءة الأميتر أي قلت قراءة الأميتر بهذا الشكل. هنا طبعا تصبح مقاومة عين على التوالي مع مقاومة لام، فزادت المقاومة المحصلة، زادت المقاومة المحصلة، فطبيعي بأن يقل التيار، مقاومة علاقة عكسية مع التيار، إذا تقل قراءة الأميتر بالمقابل من أن قراءة الأميتر قد قلت وهنا، وتزداد قراءة الفولت ميتر للبطارية هنا، يعني على نفس الموقع البوزيشن نفسه، على نفس الموقع زادت قراءة الفولت ميتر. موصل كروي مشحون موضوع في الهواء مواسعة الكهربائية 1.10^11 فرد. فإذا علمت أن شغل لازم نقل شحنة مقدارها 2.10^6 كولوم من الما لا نهاية، لاحظ من الما لا نهاية إلى سطح الموصل يساوي 18^10^4 جول شغل، يعني طاقة تدمر. احسب القوة الكهربائية التي يؤثر بها الموصل في شحنة نقطية مقدارها 1.10^7 كولوم تبعد عن مركزه 1 متر.
إذا نحن عندنا الآن هذه الرسمة، إذا هو المنصب الكروي نعرف هنا، نلاحظ هنا أن الخطوط كلها تبعد نفس المسافة، إذا المسافة هنا على السطح هي دائما ثابتة وتساوي نصف القطر عن المركز طبعا. إذا المواسعة يساوي نصف القطر على ألف، على هنا الصلاحية 9 × 10^9، المواسعة المعطاة لي 1 × 10^11 يساوي القاف على 9 × 10^9، وضرب التبادلي تصبح عندي نصف القطر يساوي 9 سنتي، إذا نصف قطر المواسع يساوي 9 سنتي. أن أجلب يعني من المالى نهاية، شغل من لا نهاية، من المالى نهاية يعني من هنا مثلا إلى السطح، إلى السطح هنا يساوي مقدار الشحنة مضروبة في جهد السطح ناقص جهد اللانهاية. إذن نحن عندنا الآن الشغل، نحن عندنا الآن مقدار الشحنة، وعندنا الآن الشغل. إذن نحاول أن نجد الجهد على السطح، جهد ما لا نهاية معروف بأنه يساوي صفر في هذه النقطة. إذن نعوض بهذا الشكل، الشغل 18 × 10^4 جول كما هو معطى، يساوي الشحنة 2 × 10^6 كولوم، 2 مايكرو كولوم، ضرب جهد السطح ناقص صفر اللا نهاية اعتبرها صفر، قسم كلا الطرفين 18 × 2 = 9، 10^4 × 10^6 يساوي 200. إذا 9 ضرب 100 عفوا، الجهد يساوي 900 فولت. إذا كان الجهد هنا يساوي 900 فولت. إذا وجدنا نصف القطر ووجدنا الجهد، نكمل الآن. واحد هنا الآن الشحنة تساوي س ضرب ج، واسعة ضرب الجهد. أردنا نعرف هنا مقدار الشحنة 900 فولت كما حسبناها، ضرب 1 × 10^11، أنا لغيت الواحد، وضعت 10^11 صفين من 900 مع صفين هنا تصبح 9 × 10^9، 9 نانو كولوم أو 9 × 10^9 كولوم بهذه الصورة. الآن أنا أوجدت كل مطلوب في السؤال، الآن أستطيع أن أحل بالقوة. القوة الكهربائية كما نعرف ألف شحنة واحد ضرب شحنة اثنين على مربع المسافة بينهما. عندي أنا طبعا الشحنة الأولى في هنا، وعندي أيضا هنا لو وجدت الشحنة الثانية، إذا هنا المسافة موجودة أعوض مباشرة، قاف يساوي 9 × 10^9 شحنة واحد شحنة اثنين على فتربيع، قاف يساوي 9 × 10^9 في 9 × 10^9 الشحنة الأولى، الشحنة الثانية التي وجدناها، ضرب 1 × 10^7 اللي أعطاني إياها السؤال، على 1 على مربع المسافة بينهما. طبعا 9 ضرب 9 = 81، 9 ضرب 10^9 = 0، يبقى 10^7. إذا 81 سالب 7، أعتذر سالب 7 ليس سالب 2، إذا 81 ضرب 10^7 نيوتن. إذا كان هذا الفيديو لحل سنوات سابقة لمنهاج التوجيه الأردني في مادة الفيزياء للعلمي والصناعي. أشكركم حسن استماعكم، شكرا لكم، لا تبخل علي بعمل الشير واللايك واشتراك القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.